أوزان غيرك ما يحلى. بكم مرحبا بكل عشاق متجر هدى ديال الجلابه الوزانيه. صراحه هذه جديد ديال متجر هدى. هذه كتسمى القشابيه، القشابيه باسم الاسم الشاوي او الجلابه اللي بلا كمام. صراحه هذه القشابيه ديال السي خالد من مدينه مراكش خدمناها يعني بالكاراكور كما كتشوف، رائعه جدا. تصميم ديال متجر الهدى، ديال صناع متجر الهدى. تحيه بالمناسبه لانامل الصانع التقليدي ديال متجر الهدى على هذا الاتقان وعلى هذا الدقه وعلى هذا الجمال. هذه قشابيه كدار يعني مصنوعه من السوزدي بلدي، كدار من جميع المناسبات من طبيعه الحال. كاين ناس اللي كيلبسوا هذه القشابيه اللي هي عندها واحد اللمسه وعندها واحد العرف ديال بعض الناس اللي كيلبسوا هذا اللباس، ومعروف انه لباس بلدي انيق مخدوم باليد الى غير ذلك. فمرحبا بكم، ودرتها بالمناسبه على الجبادور كما كنشوف في المراه، على الجبادور درتها. وممكن تلبس يعني بلباس اخر ماشي بالضروره بالجبادور، تلبسها بشكل يعني سبورتيف يعني ماشي بالضروره ديرها بشكل رسمي، وديرها بعده او ديرها بالرقابيه الى غير ذلك، او واحد كول مونتي الى غير ذلك. فمرحبا بكم واهلا وسهلا.